إلى دمشق يتوجه غدا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفي، بعدما كلفه رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال لتمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين برعاية روسية، بعدما كان قيل إن المشاركة ستنحصر بمستوى سفير لبنان في سوريا سعد زخيا. فما الذي تبدل؟ وهل تأتي هذه الخطوة في سياق أحد الردود على العقوبات الأمريكية على رئيس التيار الوطني الحر، وبالتالي رسالة تحدي، ولا سيما أن سفير روسيا زار باسيل قبل يوم من إعلان العقوبات؟ أبدا ما رسالة التحدي. تم التواصل مع الوزير المشرفي من أكثر من 3 أيام بخصوص المؤتمر بسوريا. نهار الجمعة صباحا اتفقوا الرؤساء الثلاثة على أهمية هذا المؤتمر ولحاجة لبنان الماسة لتفعيل ملف العودة. يمكن هذا هو السبب الذي حدا بهم إلى تسمية الوزير المشرفي ليمثل لبنان. بنا كمان لافتة بنهار التوقيت، يعني توقيتها نهار العقوبات الأمريكية فرضت الجمعة على الوزير جبران باسيل، تم تبليغ الوزير المشرفي؟ بتصور تم التواصل مع الوزير المشرفي قبل إعلان العقوبات. أي بس الجمعة. الجمعة صباح. قيل أيضا إن الحديث عن تكليف سفير لبنان في دمشق دفع بالجانب الروسي لإرسال رسالة إلى رئيس مجلس النواب بلعب دور إيجابي، وسائلا إمكان إرسال وفد نيابي إلى المؤتمر قبل تعديل القرار وتكليف مشرفي بتمثيل لبنان. ولكن ما في أبدا أكد هذا الكلام ولا إن في، بس بتصور تم التوافق بين الرؤساء الثلاث على أنه يكون التمثيل اللبناني بالوزير المختص اللي هو وصي على ملف النازحين في لبنان. هذا شكليا، فماذا في المضمون وأي كلام يحمله معه مشرفي إلى سوريا؟ أكيد حيركز على خطة الحكومة اللبنانية التي أقرت ب 14 تموز اللي هي خطة لبنان لعودة النازحين السوريين. أكيد هذه الخطة بتحمل بطياتها خطوات عملية ترتكز على القوانين والمبادئ الدولية وعلى عدم الإعادة القسرية وعلى التنسيق والتعاون مع الدولة السورية لإتمام العودة. وعشية المؤتمر أعلن الأسد في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو أن الجزء الأكبر من النازحين يرغب بالعودة بعدما هيئت الدولة ظروف المناسبة لذلك، آملا في أن يخرج المؤتمر بنتائج مهمة. لكن في لبنان هناك من يقول بأن الأسد لا يريد أصلا عودة النازحين. بغض النظر عن النوايا، أنا بتصور أنه مجرد ما يتحدد المؤتمر بالشام ويكون عم ياخذ هذا الاهتمام من الدولة السورية، هذا مؤشر إيجابي أنه الدولة السورية مهتمة بتفعيل موضوع العودة. على أي حال وبانتظار ما قد ينتج عن مؤتمر دمشق، فالمعلومات تكشف أيضا أن رئيس الجمهورية الذي يضع هذا الملف في سلم أولوياته كان يتجه لعقد مؤتمر في لبنان. مع إقرار الحكومة لخطة العودة ارتأت رئاسة الجمهورية أن تنظم مؤتمر تطلق فيه خطة عملية لعودة النازحين السوريين بالشراكة مع المجتمع الدولي، وطبعا يعني منظمات الأمم المتحدة يلي هي شريكة بملف الاستجابة للأزمة الإنسانية. ولكن للأسف انفجار مرفق بيروت هو يلي أجل المؤتمر. متى كان مقرر أنه رئاسة الجمهورية فعلا تفكر بمؤتمر لموضوع النازحين؟ بالتزامن مع عيد الأضحى ببداية آب، يعني بين 4 و6 آب. إلى دمشق يحمل لبنان هذه المرة خطة عودة النازحين التي أقرتها الحكومة في تموز، فهل يبدأ عمليا التنفيذ أو أن بعض الداخل سيقف من جديد ضد عودة النازحين؟